وطني الحبيب، لقد مر عامان على غيابي عنك، نزوحي منك، هروبي منك، وخوفي عليك. فكيف أنت يا وطني؟ اشتقت لصباحاتك وشامك الجميل، اشتقتك يا وطني بكل تفاصيلك. النزوح مؤلم مؤلم مؤلم، فهو أفقدني سوريا، أفقدني كل شيء. نزحت منك إلى الأردن الشقيق، مررت بحدود جابر الأردنية حتى أستقر بمحافظة المفرق، والتي تحتضن في أحشائها 400,000 لاجئ سوري. وأنا اليوم أعيش لأموت، فقدت كل حقوقي، التعليم وكل ما خططته لبنائك ذهب سدى، فقدت البيت الشامي الجميل، فقدت تعليمي وطموحي الذي رسمته فيك، فقدت صديقاتي وأحلامي وزقق الحارة وحديث بناتك الجميل، فقدت صوت معلمتي في الصف، فقدت صوت أمي في الصباح الباكر تهمس في أذني: اصحي ماما، بلاها تتأخري على مدرستك. وأنا وطني، حبك نار في فؤادي. اسمي غروب، من حما، عمري 17 سنة. انا لا ما بتعلم هسا، يعني بدي انا بدي اكمل دراسه ان شاء الله، بس بستنى اوراقي حتى اجيبهم من سوريا، وراح اجيبهم وادرس وان شاء الله واصير معلمه واعلم الطلاب وما اميز وامشي على الطريق الصح مع الطلاب. حسب الدراسة اللي قامت فيها منظمة كير العالمية في الأردن وأطلقتها بشهر 4 من عام 2014، تبين أنه 42% فقط من الطلبة السوريين المؤهلين للالتحاق في مدارس الأردن هم عم بيروحوا على المدارس. هذا الحكي له أسباب كتير عديدة، بس أهمها معناته أنه في تسرب من المدرسة للالتحاق بسوق العمل. بالإضافة لهيك كمان وجدنا أنه في 60,000 طفل عامل في الأردن، حوالي 80% منهم هم من السوريين ومن السوريين الذكور. الأسباب اللي عم بتأدي طبعاً للتسرب من المدارس والالتحاق بسوق العمل هي متعددة، أهمها محاولة الحصول على عمل وعلى رزق لإعالة العائلة. اثنين، في فرق بالمناهج بين الأردن وسوريا. في الثلاثة، خوف من الالتحاق في المدارس. والرابع هو سبب مادي، عدم تمكنهم مثلا من الحصول على مصاري اللي بتخليهم يشتروا أواعي المدرسة أو القرطاسية اللازمة للمدرسة. مشاريع، حكينا بمشاريع كثيرة، بس ركزنا أكثر إشي على أكبر مشروع هي مشكلة التحق الطفل بالتعليم والعنف من الأهل للطلاب والتعليم. بيعانوا الأهل من مشكلة إنه بيمنعوا أولادهم الدراسة بسبب حاجته للمال أو حسب عادات وتقاليد هم معتمدين عليها، إنه البنت ما بصير تدرس، البنت لزوجة وأولادها. هو هذا المشروع بيحكي عن حقوق الطفل. طلعنا بقضية التعليم، هي إنه في طلاب يعني أعمارهم صغيرة ما بيعرفوا يكتبوا أسماءهم، وكمان بنعاني من مشكلة الأهالي. كمان في بعض أهالي يعني ما بدهم إنه الأولاد بيدرسوا، خاصة نص البنات إنه بيعانوا إنه الزواج المبكر. الصبايا طلعوا بمشكلة التعليم إنه هاي مشكلة خصوصاً اللي بتخصهن، هاي مشكلة حابات تناقشن فيها وتناقشن فيها كثير، طلعوا بكتابات ومنشورات توعية للأهالي. يعني بنتمنى منكم إنه تقرأوها للبنات، ويعني الله بس هالشارب لحتى حياك الله يا عم. والعلم والله ما في منه يعمل، العلم نور وجهل وظلام، هذا مفهوم هذا الكلام.
فحبينا نوزع عليكم هذا المنشور لحتى تقرؤوه وتقرؤوه لابنائكم ويفهموهم قضية التعليم ان شاء الله. احنا بنات سوريا طلعنا بقضية من اجل التعليم. عندك بنات ما يدرسوا؟ انا عندي كل ما بدرسوا ابعنا المدارس. حرام يعني السبب دمريهم مستقبلهم. اتمنى ان تقري هذا المنشور وترجعيهم على المدارس. انا من النوع المؤيد للبنات خصوصا الطلق الجديد. الطلق الجديد الصبايا يعني الصبايا دائما انصحه للعلم لانه هو العلم. اطلب العلم لو انه في الصين 100% العلم هو درجه اولى وسلاح البيت بالوقت هذا سلاح له سلاح الشهاده لانه وقت العايشين فيه وقت صعب جدا 100% الوقت العايشين فيه وقت صعب جدا. دائما ابدا الطفل البيت الولد انا اشجعه للعلم. بس لسه في أمل يا وطني، أمل إني أرجع لك وأعمرك، أمل إني أتعلم وإني أصير فيك. وهالأمل وهالتغيير كان مع مشروع شباب من أجل التغيير اللي بتنفذه هيئة كير العالمية في الأردن مع مؤسسة بيالارا، واللي بيستهدف اللاجئين السوريين والعراقيين والفلسطينيين والمواطنين الأردنيين، واللي بيهدف لدمجهم مع بعض لحتى يتعايشوا بسلام وأمان في الأردن. وبمشروع شباب من أجل التغيير رسموا معنا حياة حلوة فيها كل شيء كان فيك. دربونا كيف نطالب بحقوقنا وكيف نصنع من المستحيل إرادة. نزلنا على شوارع المفرق وعينا الناس لأهمية تعليم بناتهم. هاي القضية اللي كانت هم كل البنات السوريات المحرومات من التعليم. فيا أهلي ويا نازحين بلدي، الحياة مستمرة بحلوها ومرها، ولكن لا تدعوا ظروف تغطي أعينكم عن مستقبل أبنائكم ودراستهم. حياتهم لا تدعوها في غياه بالضياع وظلمات الحياة من غير علم ودراسة. أستحلفكم بالله أن لو تقطعوا من لحمكم لا تدعوهم من غير علم. آه يا سوريا لا تبكي، ياسمين الشام مزهر يعني الحرية ملكي. ياسمين الشام يعني الحرية ملكي. بس احنا باعتبار لاجئين احنا ما لنا لاجئين من وطن، ونحن راجعين له ما بنعتبر لاجئين بعين حالنا. وسوريا بكل اشكالها حلوة. وسوريا بكل اشكالها حلوة.